أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا لا حلو بلا أخو إمام محمد بسماج لايف درسي سيستر بتول لاين بحلو كاليفورنيا بي أنا تلنتبي فيا ذا إنترنت لايف استونا ذا ساعتي درسين ده
weekly درسز ننتا ما إن شاء الله تعالى درسزنا أخا إيغنا سيستر بتول لايفي بحلو. سيدتي أعطيتهم مقدمة، أنت بكاليفورنيا وأنا هون على أتلانتا عبر الإنترنت، قلت لهم أترجم هذا الدرس على الهواء مباشرة، فتفضلوا الجميع يستمعون إليك سيدتي، تفضلوا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم طه الأمين. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان. آمين. ولا حول ولا قوة إلا بك. آمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمين. اللهم أنعم وأكرم على هذا النبي العظيم. آمين. بعدد حبات الرمال في السهول والجبال. آمين. بعدد أوراق الشجر وقطرات الماء. آمين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. أخلص النية لله تعالى. سيستر بتول سما خوكوت فيز بقدور دعاء بدرس زناو يقالونا الله سبحانه وتعالى توفيق دو يستنكوت اور نيامي نبرنكوت نبي بسلاة وسلامة مقبب بي دعا زيو كل ما الله يتكيبل بي ومتكيبل بلاني لانا. نعم سيدتي، درسنا اليوم ان شاء الله تبارك وتعالى هو موجه الى الزوجة، وعنوانه نصيحة الى الزوجة. هو درس زينا نقلازانا موضوعه مشتله انت ازوزوم زال اتفان مشتله ازوزوه زرزرتي زو موضوزو يخونا زال درسي دين ازوزوم تا مشتله اتفان. نعم سيدتي. اما بعد، يقول الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم، يا ايها الذين امنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. الله تبارك وتعالى في هذه الآية الكريمة يأمرنا بالتقوى، والتقوى هي أداء الواجبات واجتناب المحرمات. الله سبحانه وتعالى قرآن ببايوي، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، يهم الله تقوى ينبرنكت تقوى تعريف زوم الله إمران دمم بي ما تأمر ما زي خطر دمم بي ما تخطر بعتين ده. نعم سيدي. فأيتها الزوجة، إذا أردت العيش مع زوجك بسعادة وسرور، فعليك أولا بتقوى الله عز وجل، أي أدي الفرائض واجتنب المحرمات. أخاي سامزتش وي تستبي أو حاجة خشبة سعادة زوجية من برتي خشيرة ميقال سر زو ميقال مفتاح زو تقوى الله ينبرشوي. نعم سيدي. زني أقوالك وأفعالك دائما بميزان الشرع، وصاحب الأخيار الذين ينصحونك ولا يداهنونك. دائما تلازاش بالوت خشو ديني قوتهم برشما عزوبي ميزان شرعبه يلازاخ شي يقلنين ياشا داخشوت يقلنين البيمة شرع ميزان بيشوتوا بالوت خشو ميزنياوي ما عزوكوتا صاحب تاشي وزاش قيلاج تقوى الله، الله سبحانه وتعالى إقوت زتيو سارع إدو تاشبح يخونكو تا أحد فشاخوي بايو. نعم سيدي. والمداهنون هم الذين يظهرون خلاف ما أضمرون. إيه مداهنة أي سالاج الزوزوم فك زتيو حلو زيورما حلو يو حكايك ويشيم كذالوما متميسلي أمان قيل انتش فلاني دو تلي قد لي فيك لي متميسل بي يعي ثالات انتيو يي كلا بلرشي يشيشتك عبايسات كلا دلاشي أوراشي كنت في تليسات هي حقيقة خير زلودت تلشما
مداهنة زاشت انتهى بيتنا. نعم سيدي. وابتعدي عن الأشرار الذين يزينون لك الباطل ويموهون عليك، وإذا ما أدرت ظهرك انقلبوا عليك واشتغلوا بغيبتك وفرحوا بخلافك مع زوجك وطلاقك منه. أزوكو تفزي مروحة قزال بش شرين يزيتي وسواش انتيوي يبير قرش ما يمدو يسال حقيقة بيزلتاو لكنه أو حاجة خشبح زيت لا شي سا تستي قنزالة شيطان وسلم شيطان زيتي هاجم حلومة أزوكو زال سبح ذاتي دابي كنت تزبتك يا رحيوي. نعم سيدي. قولي على ذكر دائم لقول الشافعي رضي الله عنه: من حسن ظنه طاب عيشه. دائما إن شاء الله تعالى علمي به ذكر بيرات قشرت يكون كل كتاب شاقوي الزوم إمام الشافعي رضي الله عنه زايق: من حسن ذكره طاب عيشه. من حسن ظنه، ايش يعني من حسن ظنه؟ يعني الذي يحسن الظن بعباد الله عز وجل. نعم. هذا طاب عيشه، يعني يعيش عيشه طيبه هنيئه. امام الشافعي رضي الله عنه زايقت مسلم باحت كل بي حسن الظن ينبرش بي الزو اور حسن الظن زاله وسو من برتغشم ازو بحلت اما زاله يقول ميت اما شالوي من لي سبيكوليتي في اي سالما شري وسو لي يحس بزالما سو الظن زاله وسو كل قرم كنكي واي وارير بيتهال. نعم. وتحسين الظن هو استخراج المحمل الحسن من 99 محمل سيء، وهذا يحتاج إلى ذكاء كما قال شيخنا رحمه الله. تحسين الظن زحت أنا زحتين قصو الشيفون ياسي ذا الخانة قرزوم أحد برسنت أو أحد إجيزو يعتنى زحتين بشكل تشهد ببريئة تشهد الحرقرة ربما يي ولا يمي ولا شتين بايته ببريئة يلو يتقشى. لكن شيخ زينة زحتفنكوت حسن الظن نيم بلحة أو ذكاء يتقشى حلوي بايو. نعم سيدي. يعني لو كان عندنا 99 محمل سيء. نعم. ولا يوجد إلا محمل حسن. نعم. نأخذ هذا المحمل الحسن ونعمل به، فهذا معنى قول الشافعي: من حسن ظنه طاب عيشه. اي بيت زاني قلت زحتنا زحتين بهلوسو قصص زال بشي انت تشا زال خانقر احد اجزو او احد برسنتزو بري انت تشا زال احتمال حلقرة هي ابا او هي ابايو يو الاشتيم او النسام او الايام بيتي بي حسن الظن موشى بيتي سيدنا إمام الشافعي ذي خشبه الزون تعبيب بايو. نعم سيدي. وأيضا من النصائح التي نميها على الزوجة: لا تتبعي عورات زوجك فيسلط الله عليك من يتبع عوراتك ويفضحك بين الناس. الزوكو تفز بي وسيا إلى أخوي بايو سستر بتول أو حاجة خش أو راسو مغنفاء كلاشي نقطة ضعف زو مفاجأة التراوج بي الزوكو تايساش خان شقرا أخاشم أسوين تشما أخاش نقطة ضعف خش بي عورا تشما أخاشم الزوكو تا أخاش عورا خشو فديحة الله ياشش لي فركالو بيتكيره بي بايو. نعم سيدي. اتهمي رأيك وخالفيه وقدمي رأيه على رأيك ما لم يخالف شرع الله وظني به الخير ولا تظني به السوء. دائما أخاش رأي خشو تهم وشاوي آن غلطان انتن أو حاجي ولا يام الزوء لا شام بايتي اين احتمالات شو بالوتات شو ازايدي ما رأي خشو تهمه وشبلاي الزوبة كونكلوسف زيتا كتبة تهمة توشما الحاجة خشو درن أتوري جباوي بايو درن بايتي
حجة بالله إذا ثبت شيء بتهمة مشابهة إذا. نعم. استري عورة زوجك ولا تفضحيه بين الناس تكبري بنظره وإلا صرت ممقوتة. يعني كثير بعض النساء ليس عندها يعني خاصية أنه بحفظ أسرارها وأسرار زوجها فتفضحه بين الناس، فهذا لا ينبغي هذا الأمر، لا تفضحيه بين الناس تكبري بنظره وإلا صرت ممقوتة. الزوكتة أو حاجي خشو وسلعي بإياكي ثم إياكي فضيحة توشاوي سيكراوي كلما كل سيترشا إنزو بقدير تغيما قدير التاي أو حاجة خش إن بيت نبراشوي الزو ددي دبلال حال خش الزوكو تيخنوي ألاي أو حاجة خشو فضيحة تاي ساج خانقرا إنزو بيتوت كما مطلع عليهم تزبي اسبي زوي دبلي ما يتروحك إذا لخونا البيتين ده الله كهنا ما تكيرحوه بيتين ده. نعم سيدتي. ولا تكثر الصراخ في بيته وأمام أهله وجيرانه، فالصراخ يوتر أجواء البيت وينفر الزوج من زوجته. عالجي أمورك معه بالحكمة والصبر. زوكتا قاربت ألسخش أوتي أي خنوي إلى وجارات خشتم دوك إذا كنت أبغشم أي دوك أي لوي حال زال بروبليمات خشو حكمة بعلاج وشامة ما تحاول أجيب تبي بلاي أو ب قارو مربش ب تبغش تلاس خش أو بايت أي خلوي بايو. نعم سيدي. طبعا وما لا ننسى قول شيخنا من صبر ظفر، وألا بالصبر تنال ما تريد وينين لك الحديد. يعني الإنسان عليه بالصبر والحكمة. شيخ زين رحمة الله عليه إذا حتفنا كتم صبر موشى بي حكمة بح أبي خشاد القبتي ودك بايت لي فركان اللهم بيرتم خانقرا تقوى الله بي لحمنا ذلكت الزوكتا صبري فز بي يتخيش هالوي بايو. نعم سيدتي. واقنعي بالقليل من الرزق واحمد الله على ما أنت فيه من النعم. الله زت إيش تكشفين تبيكي ما الله يزت ست إيش بيرزم قالت عجبي بي الله سبحانه وتعالى ست إيش بيمتبيكم نعم الصور شكر مقبوم حق البش والزو حق الجريمة زاد تشبيرو تبيكي ما خالق لي قالت عجبي بي وأيو. نعم سيدي. انظري في أمر دنياك إلى من هم دونك لا إلى من هم فوقك، إن تغيرت أحوالك من الغنى إلى الفقر. وتذكري أن أكثر الأنبياء والأولياء كانوا فقراء، وإن الفقراء يدخلون الجنة قبل الأغنياء بخمسمائة عام. كل جر أخاش بلعب ذالو أتحيج وأخاش بتحيب ذالو فكيراش أخاش ذالش حال بي أنوس تاج أحد ولد حلاش قرى ولد ذليلاش زوكتا مال ذليلاش يولو يسشو ذليلاش أخاش بتحيب بجي حمزة اللي بيتي كل قول لا أخاش بذال متي من تاوى دنيا أمرت كل بي أخاش بتحيب ذالاش وحيجي الزوكتا أبزح الله قافاش أنبياءشهم فكيراش انتيو لكنه علم بتجار انتيو لكنه اخلاق بتجار انتيو الزوكوتا كتبو شوي ابزح جنة بوزالك محتسب زيتاج ما سبري وزبيساج فكيراش انتيو بايو. نعم سيدي. عليك بحسن الخلق فانه يعمر الديار ويبعد الاشرار. فز بي اوركوتا وسيا ملاي زايو حسن الخلق ينبر شوي حسن الخلق منبر بي قاري شي خلال حسن الخلق يباج بي قاري دام سال الله حسن الخلق ويوفقنا. نعم سيد. نفي أذاك عن زوجك وأحسني إليه وتحملي أذاه واصبري معه في الشدة والضيق، تعظمي في نظره
ويزداد حبه لك. أزوكت أو حاج غشبي أوركت سبري من برشوي تعقل نبري جاتن عند راف وقتي وافقال أزو سام طوري لا من سبري وشلاوي أزوكت تنكي ساعة سبري زاشلاكت إنزو بفز بقدير تغيوة أزوكت فز بددومي دبل لاما فز بودش كتلين قدير التاكوت يا شلوي بايو. نعم فيه إياكي أن تعتبري ما يخالف هواك مما يفعله زوجك مما هو جائز في الشرع ولا عيب فيه معاداة لك فتنكدي عيشه لأجله. يعني بعض النساء ماذا تفعل إذا لم يعمل برأيها؟ تنكد على زوجها ومع أنه هذا الأمر بيكون مباح، فتنكد عليه ولا يأخذ إذا لم يأخذ برأيها ويفعل به. فهنا إياك أن تعتبري ما يخالف هواك مما يفعله زوجك مما هو جائز في الشرع ولا عيب فيه معاداة لك فتنكدي عيشه لأجله. وهذا يقتل كثيرا. فامرأة الذكية هي التي تتقي الله تعالى، نعم، في زوجها وأهلها وفي حياتها. نعم. أزوكو تفز بفز بحيي حييوي رأي خشو يخالف زال أو حاجة خش يا شادال ما شرعي بيقلا ذال خانقر أزو بإنكارة توشما نبرزو أتمسيش جباوي يي بجعقرة فلا ما ياشوما أفزح إدو شاش إلا من رحم ربي يي وياشوما زالاي أو حاجة بح قاربي متالا يجيجال يلي يي إينا حال خش زي خنكت رأي خشو رأي زوبح يخالف دار خانة قرزوم سلوم شرعي بياش هذا الشيوك لا دار خانة قرى إنكار توشي باما مراك أتمسي شبابي بايو. نعم سيد. كوني عونا له في أوقات الشدة ولا تكوني ثقلا عليه، هوني عليه الأحمال ولا تزيديها عليه. يعني بعض النساء بدل أن تخفف على زوجها تزيد، يعني فوق حمله تزيد عليه الأحمال، فهذا لا ينبغي. مطلوب أن تكون عونا له في أوقات الشدة، بالشدة والرخاء ولكن بالشدة أكثر. فزبي أو حاجة خشلة قلقارة خنجلاوي لا يزو بزالاي متأر أتتعوراوي تنكي ساعة تنكي بي أوردي زال بحالت بي حجيس بي أخاش تدبلي لازاش بي فردر أتزو كفتش علي فركال إيلي مطور زي فركشي مزوما تنكي بزال بوقت بي أتتعوراوي بايو. نعم سيدي. أبقي أمور بيتك بينك وبينه ولا تنشريها فيصعب عليك إصلاح الأمر بعد ذلك. يعني بعض الأمور بدل أن يعني تصغر تكبر. بسبب شو؟ بسبب إفشاء الأمور، بسبب أن هذه المرأة تفشي أمور بيتها أمام الناس مثلا أو أمام أقاربها أو أهلها، فيصعب الإصلاح هذا الأمر الذي حصل بعد ذلك. ولكن لو بقي الأمر بينها وبينه بينها وبينه هذا يسهل عليهم الإصلاح. نعم. أزوكو تا يترخوا ذا رخوبتيا خشوا أو حاجة خش ما بين بي أخاش ما بين بي ما بين خوب في جوي أحلاي دي دوك إلو كتتوشي بي إلا وحلاي دي دوك الكوت متشا إسا حلقرا أزو بحل الشيزو يكراما صلحي موشلم فز بحن كيف تيقونا لوي إلا بايتي يتفرقشك إسي بذال مشكلاتو أو حاجة خيش بحذالو متخو مفجر جيبتوي إلا لابد منه خانما آخر أسا لاست ريسورت خانقر راقنتي بوزال تاقرا راقنت لي ملحوظ زالو سوي حيجوما جيشام سر زيوج الزوق تبي مشكلة خادو علاجها شو حلوة تنده. نعم سيدي. وإياك أن تنكري إحسان زوجك لمجرد أنه أساء إليك مرة أو أكثر أو فيما تظنين أنه أساء وهو لم يفعل،
فتحرقي قلبه وتصيري لذلك ملعونة مغضوبا عليك تستحقين دخول النار. الزوكتا كفى تيشيش قرا أو كل قر تيبك بعد عشو على كمال قرا أو يزاش ليش إحسان وخيرات كل مدامس به أهاه خير زوه رخلخي أحشين رخلخ متشي زوزو أحد كير زوزو خير رخبوك بايتي بي قلبي زو يماك دا داري شي بي قلبي زو صبر شاكر أتشي زو بي وفي لغي شكرا الله عقاب زو يتقيمش لي استحقاق يوك ليش يوك بيشتا الحالة تزالي بايتي قلبي زو يصبر هذا الدرجة بي كفت التشاوي بي أو حاجة غشو. نعم. أولاده وأولادك اعتبريهم كالأمانة في عنقك، فأدي حق الله فيهم وراقبيهم وأرشديهم وأبعديهم عما يفسدهم وعن صحبة الأشرار الفساق، وعوديهم صحبة الأخيار الذين يذكرونهم بآخرتهم لا بدنياهم. زوكوتا والدايت خش والدايسو مانا تيوي الزو والدايتو امان بمراقبة وشي متختا تيوي مان بحدا بلالو جيلوا مرين يخلو يدالاشم كهريوي يقس زيتياشو جيلوا مرين اروح كبيوي ما خيرين يا زيتيو جيلوا مرين والدايت خش لين بركوت بلاحيليوما اوركوت بي امانا تيوي والدايت أمام بالزمان وما تواتلي ما تنتاج حل بشوي بقى. نعم سيدي. وعلميهم يعني لأولادك وعلميهم أن المرأة يعلو شأنه بتقوى الله وكثرة الطاعات لا بكثرة المال والجاه، وأن الدنيا دار ممر كممر المسافر لا دار قرار، وأن العمر يمضي بسرعة، وأن المرأة لا يدري متى يفاجئه الموت في صغر أم كبر، وأن ما ينفعه في قبره العمل الصالح. أذكر والدات خشو أتلم جيوي أسوء قدير درجة يدوك لا زال محلك مسامة متبع المخنزو يلي علم ليم التايستقود عبادة ليم التايستقود دين ليم التايستقود أو أي حكومي تواتوكت أتلم جيوي جيشي أمينة فازا الآخرة بي يي خير الشيء أج مخنزو والداج خشو جيكت بي أتلم جيوي اسموت نبي حل كل زوم إلى كبر زولي تازال سنكي والباقيات الصالحات الله زايكت قرآن بذلك السورة الكافي بي ناش أزان خير الشيء أج انت ناش بحق جيشي أم كبري فوجي أزال نتو روخش لم يجيو أوكي ما والداش خشو بيجيو أتليم جيما التبكي بعدين. نعم سيدتي. وإياك أن تدخلي داره من لا يحب دخولهم إليها، وإياك أن تنامي وهو ساقط عليك. زوكو دفز بدقنينا أشا زاخن بايو أو حاجة خش زي خشو سوكار زو أتيش بي الزوكو تا أو حاجة أخاش بكفتي إسالة كذا أي حدر أزو كفتي إسالة كذا أحكي لك البكا بيش كارسي دو بك الكساسيش ينيب بيسال كل قروم أزو كتا أي خنوي بايو. نعم سيد. التفتي إلى وقت طعامه ومنامه، أطعميه ما يحب كما يحب، ولا تحدثيه عند طعامه أو نومه بما يكره. أزوكو تحنقورون طبيعة زوتوكا شيودة ذا الحنقور ووشيما أزوكو تحنقور بي تفاق جامعة بي أزو حنقور يولزال قدام زي ودد الشيو التابر زالبا يتألا ذا الشي بي أزو سام من يتسام أزوكو تحاساوا أو حاجي خشو أتوشاوي بايو. نعم سيدي. احفظي له ماله بحسن التدبير والاقتصاد، فالاقتصاد نصف المعيشة. الزوكو تمال زوم فز بإيكونوميكالي سيف
وشلاوي تبذير استبي محلكو كساس كي يتوابتو بي مقالة مقالة كل يقوم سيدا البايو مقالة توجي زايكوت كلو تشي مقالة بي كل قروم محاوط مال دير كيما وخف حل بجين زال حاسا وزين بركوت رسول الله زاد حيامود زاد حيامود نكتم الاقتصاد نصف المعيشة economically zo manage mosha survival le zo zo ken zo yegany bozalle bayti zo be economically zo enet alas be membertile financial aspect family zo asas ala yebrekut zo be mahallaku fawatiru bilajit kafala zalu aman be manage shiwi bayu nam sid لا تظهر الفرح بين يديه إن كان مغتما ولا تظهر الاغتمام بين يديه إن كان مسرورا أزوكو تا أتزو مام كفتي بي ذا الوقتي بي أهاي دن تكيبات بي تستي أي تربي أو تستي ذا الب تستي السماء ذا الوقتي بي أخاش حزنوا كفتي أتورا بايو أزوم قلب زوي سفرح الماء نعم سيدي نعم. وتذكري قول أم لابنتها لن تنالي منه ما تريدين حتى تؤثري هواه على هواك ورضاه على رضاك أي كحد سيلي إذا حتفت حدفانه كتبوا شوي أخاش رضا أخاش ومقنلي الزوكتا أخاش الزور رضا زو مقنح البشوي رضا زوجين شجر انت رضا خشوتا كان يالاش الزوم كتبو شوي بايو نعم سيدي ولا تكوني كثيرة الشكوى والأمين واصبري تزدادي جمالا في نظره الزوكو تابجيح يكسي ذال او شكوى يبزح ذال اسوء ادخوني ويك الزوبي كومبلين هيسال الزوكو الموشخش ان زوبي قدير تخيم زالاي اخاش لي أو حاجة غش يدش قدتي دبل الحلوي بايو نعم سيدتي وإن أحسنت إليه فلا تكوني منانة فينفر قلبه منك يعني لا تمن عليه إن أحسنت عملت لك كذا وفعلت لك كذا وما قصرت في كذا نعم لا تمننه فينفر قلبه منك الزكوت منانة ما تخوني بايو منانة بايتي من بايتين ده أحد السياش هذا أو ذا الشيء لا كان أشخه له إراس خالي بي لها يكو تشخه من يتاش هذا الشيء خيراته ليستي ومحيلك بأتبوي بي الزو كنت موشخشم الزو قلبي خش قلبي زو بي أخاش بي يروح كيكو تاش هذا الانتابي بايو نعم سيدي ولا تكوني كثيرة الطلبات لتحمليني ما لا يتحمل يعني بعضا جبله يعني لا ينتهون عن هذا الأمر يعني كلما ذهب وراد أن يرجع اجلب لي كذا واجلب لي كذا واجلب لي كذا فلا تكون كثيرة الطلبات لتحمليه ما لا يتحمل الزوكوتا وحاجة غجو كل قرون مطورة زي فرك الشيء بي حم 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 هي وجيج شاع وجيج سكر وجيج حي وجيج راز وجيج كالس وجيج من وجيج أجيج 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 الزوكوز مطورة زي فرك الشيء كله وحاجة غشو أتتعيو رأي بأيو إلا لابد من خارج البلاد. نعم. وتذكري أن زوجك أعظم حقا عليك من والديك وأنه ينبغي لك أن تكوني أمامه كأنك أمام ملك من الملوك. أو حاجة خش زي تبكت أبيك حق أخا خشبي دالة زون تاوي أي خشبيم أو خشبيم ولد خشبيم حلوف أمير رعية زولي يتكشاش هذا الكت الزوكت بروغة شو حيجي بي حاجة خش لاي بي أو حاجة خش فون نعم سيدي إياك أن تخرجي من بيته بدون إذنه فقد يأذن لك اليوم وغدا لا يأذن يعني لابد أن تستأذنه إذا أرادك الخروج إلا إذا كانت تعلم أنه يرضى بذلك نعم قاربيم أو تحور هذا شتاي
او حاجه غش ابروف ذا يشتاي مليت البشوي unless ذا تريت ذا شتاي احد ملومل تلي ما اكسبكت عشان توك ذا كسبي عشيم ذا الخانه قربلاي ميلي اذن ذو بلاي متى البشوم وجي اذن بلاي موطب بجيح ميخاتي بوردال ما هي كله فسالم قبري قبو مقوفلم فيز بقرقار عشان سيفتلين سيكيورتلين. نعم سيدتي. لا تطيلي غيابك عن البيت لغير ضرورة، فالمطلوب منك ملازمة البيت ورعايته ورعاية أهله، وهذا عمل مدحه النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ده ليس لها أمر فيه ضرورة المرأة بالخروج، لا تخرج يعني كأن تقضي أغلب وقتها في الأسواق وشوبينج أو مثلا في الزيارات ليس فيها مصلحة مثلا شرعية. نعم. أو من لا ترحم، يعني الأفضل لها هي شو ملازمة البيت ورعايته ورعاية أهله. يعني مرة امرأة اشتكت لأحد الصالحين على زوجها، زوجي لا يأخذني لا يخرجني إلى مكان، وكان زوجها يعمل بالدعوة. فنظر إليه وقالها انظري إلى السماء، يعني سبحان الله ما قال لها اخرجي واذهبي وليأخذها زوجها ويخرجها. نعم. او بعضهم قال شفنا هذه العادات، انه بعضهم انه كل احد بدنا يريدون يعني انه ان يخرجوا الى البرية وشمت هواء وهكذا، يعني فالافضل لها ملازمة البيت. رسول الله عليه الصلاة والسلام زفاله سوكت كحت والد لي فايدة دي صواب بجيح زالي قار زي بحلوم وشانتا ما بجيح موتا إل بيم شوبينج لي حاجة زي تاشر دا الشهر قرأ فتن بموشا ممرقا قبنتا إذا حزوهم الزوكتا every Sunday نزهلي ملي لازم وش انجلو ما يلحجالا شم حلوي يكوت أمانو منتاوي أحزي أو حاجزي حتى ماني أجهي من الباتي ما حد صالح وسل لي شكوى اشتبي زاوسا حيو صالح كي رقي لذو كي لسوي فوي حيجي بي باي وي بايو ما بوينتو زو من انتا بجيح قاربي إدو تولدي لي وكوتا أي حاجية قارو قار لي قدير مخزو أحزي أزينتي قاربي روح زي لي إلتنا رقرا والداي سيزت أو حاجة زي مخشى والداي سي مخشى من بتوك أحد رح زيلين قار بي للتيمو الزويل زي خوكوتا يو ما استكاكل من ميزان بي شريع ميزان بي مريت أحد بي بايتين تا. نعم سيدي. واشتغلي بما يعنيك واتركي ما لا يعنيك، والنبي هذا الأمر أوصى به وبين بحديث من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. نعم. فالإنسان يشتغل بعيوبه ويترك ويعمل على إصلاح نفسه ولا يشتغل بما لا يعنيه، إنما يشتغل بما يعنيه هو نفسه، كأن فيه عيب أو أمر لا يرضي الله يعمل على إصلاح حاله. نعم. أزوكو تبجيح روخش بيزي موشة دربشو روخش بنتاوي شغال مخنا دربش بلاي زيش بس شي كل بيتولك بايتي ما روخشو زيش شغلش مش شغل أخاشو زليل ببي روخشو مش شغل البشومي. رسول الله عليه الصلاة والسلام زيكت من حسن المرء تركه ما لا يعني مسلمسو أو سلوك زو أخلاق زو ما بين بي زيش بس شي كل بيتولك بايتي زليل بنات يزكي كالخو حديث بي رسول الله محمد عليه أفضل الصلاة والسلام زحتفنا أنت بإبايه. نعم سيدتي. ومن كان ينفعك في دينك فصاحبيه، ومن لا فابتعدي عنه، خصوصا من يشغلك بالغيبة وإثارة القلاقل يعني القيل والقال. فالمرأة يعني الأفضل إذا أردت أن تصاحب امرأة تعينها على أمر دينها وليس امرأة فاسقة، لأنه يعني إذا كانت امرأة تخاف الله صاحبت امرأة تخاف الله هذه تعينها تنصحها إن رأت منها شيء.
تكون لها عونا على الإصلاح أما إن كانت فاسقة هذه قد تخرب لها بيتها بدل أن تنصحها تقول لها لا كيف تسكتي وكيف ترضي بهذا يعني إذا حصل أمر خلاف مع زوجها أو غير ذلك أو مع أهلها أو مع صديقاتها قد تزيد الخلاف وتبعدها وتزيد الشقاق أفضل صحبة الأخيار الذين يتقون الله عز وجل أزوكو تقيل أو صاحب موشة ذلبش تقوى الله ذالي وما علم ذالي شخور انتاوي أزو كنت موشة خش فايدة زو زلات حلبش قرأ طبعا شما يحدكو شروي ألاي تقوى الله ذالي لي وقيل انت بعشقر أخاشوا أحلاج خش بحتك أبا شقر أخاشوا أو حاجة خش بحتك أبا شقر مور ماغنفاي كلاشو مور اتروح قوزار مور اتقاد لغوزاشي موشة بي على حاجة خش بحوم أو حاجة خش بحوم يتروحك أكثر شيء يخوني ما ياشو ما الزوجة تبي يتروحك وشاروي يلي مملح زالبش أمان صالح زجاج تقوى الله وعلم زالاج جيل مملح حلبش ويبايو نعم سيد ولا تكلمي زوجك كمن يحاكمه لمجرد شك أو ظن في أمر لا يعجبك فيؤدي ذلك إلى نفور منك إلى نفوره منك يعني بعد رأت مثلا حصل أمر زوجها شيء مجرد الشك أو الظن فتكلمه كمن يحاكمه يعني وكأنها هي الرجل في البيت هذا لا ينبغي أيضا بعض النساء يعني أنا طبعا لا نشمل الحمد لله لا هناك نساء يتقون الله ويعانون أزواجهم معاملة حسنة ولكن هذه الدنيا لا تخلو نحن يعني نعيش في مجتمع ونرى ونسمع فبعضهن يعاملن الزوج وكأنها هي الرجل في البيت فهذا لا ينبغي وتحاكمه ولا تثبت له وترفع صوتها في وجه زوجها هذه قلة أدب أو حاجة غشبة هذه قلة أدب ونقول إنه هذا يرجع إلى الأصل لأنه لو بالأصل يعني ما كانت تربت في بيت أهلها تربية حسنة لا تفعل ذلك نعم وتتقي الله عز وجل كان تتقي الله وتخاف الله وعقاب الله لا تفعل أيضا ذلك كله يرجع إلى التقوى سبحان الله نعم أذكر تفزيم الكراع دالبشو أو حاجة خشو فردقار بدار كتب محاكمة توشاوي أذكر تموشة خش أذو بح أرجمنت موشخش أذو بتهمة موشخش أذو صوادن موشخش زالي يتراعق وتعتبري الناس كله يدوشات شو كنت انت بايتي التاموي صالح زي تاوي دوشات ومحلوي لكن مجتمع أستوبي من برتي بزاننا بني رواني سما زاننا زال أحوالاش بجي حين حالي يلي أو حاجة خشو أذو كتبه انترغي تايساش أجخوني ما أو تلزاش كذا قارو أزوجت بين مراك إما استباق وقارب أتوشي به بايو نعم سيدي أريد أن أبين نقطة هنا مهمة أنه البعض قد ممن يسمعني قد يقول ما بها أنه عن النساء 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 أنا قلت في أول الدرس أن عنوان الدرس نصيحة إلى الزوجة وليس معنى كلامي أن الرجال يعني كلهم ما شاء الله عنهم لا ولكن هناك رجال أيضا لا يتقون الله في زوجاتهم وأولادهم وأهلهم وإحنا نقول بالأساس الأمر يرجع إلى شو إلى التقوى فحتى لا أحد ينتقدني الأمر هنا هذا الدرس هو عنوان نصيحة إلى الزوجة أنا أخذ بوخاش لهم درس في المتنبي دار خايش هو جي موضوع زو استعبي دار خو درسي عنوان زو أي حاجة لي أو مشتري زي الحتفان زي اللي بيتي من اللي أنت إدو شاش مت إذا تو فوكس كل خانة يتم هذا لذال أو حاجة إذا تو هذا السؤال حفظ زي الكود موضوع سؤال تام أنت بلاي أبو شاش ما مزوق تا حتفان زي تخيش يو إعلون بيتي مال تاموي أزور حزوز فرق موضوع بي على يا مدرسة هون زي الخونات يلي لكن هو جي موضوع بي استعبد خدرسي أي حاجة لي أو مشتلة زال أو حاجة استئذال حتفان أو حتفان تتحتف به هنا برينتابة وما يين تربية بقاربي أساس بيكوت بزلكتي تاجرة أو حاجة زلم
حياوة أدابي نبرة هل بيتينتا. نعم سيدتي. إن شاء الله فيما بعد نخصص درسا خاصا نصيحة إلى الزوج بإذن الله. كلي قد إن شاء الله تعالى زوجت أو حاجة لهم لويبي درس خاص ناشم الزوم نحط في بادانة أبناء شهنابه الله يوفقنا إن شاء الله تعالى. نعم سيدتي. وإن شاء الله من ضمن النصائح أيضا لك توجه إلى الزوجة لا تبحثي في أغراضه بدون إذنه إرضاء لشهوة نفسك إرضاء لشهوة نفسك التي في غير محلها الأمر الذي قد يهدم بيتك وأنت لا تشعرين. يعني بعض النساء تبحث له في أغراضه في محفظته في جيبه في تليفونه يعني حتى بأمر التليفون بكثير من الأشياء فهذا أيضا لا ينبغي قد يخرب عليها حياتها ويهدم لها بيتها وهي لا تشعر. الله يخنفز بي حتى فازاه بايو سيستر باتول الله أمري بركة استهمام علمي بي مشي الميوة شهوة خشو جزمان خشو أو هواء خشو مكملة تلزاش كده فردر سبيكولاتيف زيتا شيبي انفستيجيتا شاختيما ما حاوزو واليسو سلكزو من بحسنا من تسورة من تجيبذل بايتي بي الزوكوتا آشا ختيبي الزوكوت موشا ربما زل حيثب شابي قار خشو يدام تداشيم يخل لي فرق المانتاوي بايو. نعم سيدتي. وإياكي ثم إياكي أن تطلبي الطلاق منه من غير عذر شرعي فتقعي في كبائر الذنوب. ليس لك عذر أن تطلبي الطلاق لأنك تشعرين بالنفور منه أو لأنه تزوج غيرك أو لأنك تغارين أو لأنه لا يكثر من مجامعتك أو لأنه كثير النوم كثير الأكل قليل الحركة. يعني بعض النساء تنتقد زوجها لأنه كذا وكذا وكذا وفيه كذا لا أريده أريد أن يطلقني ليس لها ذلك. وكم هذا حاصل في هذا الزمان أنه خاصة في بلاد الاعتراف أن المرأة تطلب الطلاق وتترك بيتها وتخرب على حالها سبحان الله. فتتقي الله تعالى عز وجل. نعم الزوكو تفز بي فز بي دقلينا استعزاهوي بايو أو حاجة خشو شرعي بي زسوته حجة بلاي فتحن 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 حيي حيي أتيوي سميت خش بحفايتي بي إموشينا المخنة بي فتحن يتيشي سالسة حاسة باباي سوزيك إيقلو بي أو حاجة بجيحني زال انت آل لحوا أو حاجة أخر لنجميل أو حاجة آل لعيبي ألا مشتي دبلا هو يبحل آل لأو حاجة أخر لنجميل بايتي شرعي أتبيك لو أزوف فرقا وقرا شرعي بسبتي وكتبي أو حاجة آنو حكي فراش حكي إذا لستين بجماع يا شمال مرمور انت تلس انت ايو يمتاسل اشي عايش وسبب كل اشي فتحين فتحين تبداش خانقرا الزو شرعي بزي بكلاش انت وحيجي قار خشو ينا بايتي بي ينا شي بي هواء خش بي متندب بي قار خيزي تدامس كنت حيجي وسي الاخوي بايو. نعم سيدتي. وإياك ثم إياك إن جلب لك طعاما أو ثيابا أو نحو ذلك أن تتأففي لأن الطعام ليس كما تريدين والثياب ليس كما تشتهين والسيارة ليست كما تحبين إما أن تأكلي وتشكري أو تسكتي وتحمدي الله على كل حال. يا إما تشكر بارك الله فيك يا إما إذا لم يعجبها تسكت وتصمت وتحمد الله. زوك وتفز بوسائل إيساخ بايتي بشتي لي بايتي انت أو حاجة خش حنقورة جي جلشقر أو وخ إرازة جي جلشقر أو وخ مكينة وخبلشقر أزوزة جي جلش أخش تخش هزاش كالر تخش هزاش إينا تخش هزاش حنقور أرخانة قروم وروس وزوزو زوب إنكارة توشيبا فرشقر ملحزوم قالتها قبيلة الخشاقر لكن انتقاد دلاشي بي أفخش بي قرسي زلو تعابش بي سمعتي زو أخاش لي صواب حلاوي بايو. نعم سيدي. وإياكي أن تأتي
استكثري قلبه مع أنه أحسن إليك بما جلب لك. قولي له: بارك الله فيك وجزاك عني كل خير، بدل أن تقولي: ما لهذا الطعام، ما هذا الطعام يوجد أجمد منه، ما هذا اللباس يوجد أحسن منه. يعني تستنكر عليه: ما هذا الطعام يوجد أحسن منه، وما هذا اللباس يوجد أحسن منه، وما هذه السيارة يوجد أحدث منها، ما هذا المكان الذي جلبتني إليه للنزهة يوجد أحلى منه. فإنك إن فعلت ذلك كسرت قلبه ونفر منك. وتذكري قول الله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. أزقتها زجيجة ليش حنقور يبزتوني حنقور انحل يوين حنقول انت تلمت بجيش خلين بايتي بزوبي كارموشا إراز تاقروم إيه إراز انت تلعخ إيه ماج إراز حلوة مكينة تاقروم هي مكينان تلعخ يبزتوني مكينة حلوة قار يقدر قارمين قار تلعخ أو نزهلي فاكشن يين فاكشن انت تلعخ بايتي بي أزوكتا قلبي زو مصبر أخاش قلبي بي يروحك يكون تاشا عشوي يكون حالخش زي خنكت قرآن آيات الله زايو: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. الله زايو كتبو شما الله سبحانه وتعالى تقوزو أبي شما الزو تبيك بالحجي بايو. نعم سيدي. وأخيرا نقول: إن أديت ما عليك والتزمت بما قلت لك كانت ثقتك بنفسك كافية لردعك عن مثل هذه الأمور والشكوك والظنون التي تنغص عيشك وتهدم بيتك، وإلا فلا تلومي إلا نفسك. يعني الواحد التزمت بهذه الأمور وكسرت نفسها، لأنه هذا يحتاج إلى كسر نفس، فكسرت نفسها واتقت الله عز وجل وأدت ما عليها. نعم. اتزمت بهذا الكلام، كانت ثقتها بنفسها كافية لردعها. نعم. أخير بيم عن ارتكاب. نعم. هذه الأمور يعني. أخير بيم إذا هو رفلكت كلحر آشيما إفري سيجمنتزو زحة فخش حيتفان بيت عدب شقر إن شاء الله تعالى تستزالة نبري تنبري بازا شيخنا النفس خش علي كيف يفون زد قوفش كت فز بيقر قارا شاشا الباوي كله حتفاناش دشك أبزال انتا وتحاشا فيه بايتين دا ساملي انتا هي حاجة لك. نعم سيدتي. فقدوتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وميزاننا شرع الله عز وجل. فاستغلي محبة زوجك لك في طاعة الله، ولا تبعديه عنك بما يكره، ولا تنغصي عيشه لمجرد أنك رأيته يكلم امرأة أخرى ممن تحبين أو لا تحبين. فالتقوى هي الأساس، فمن اتقت الله عاشت عيشة هنية راضية وأرضت خالقها. الناس لمحجي جزيتي رسول الله محمد انتيو عليه الصلاة والسلام الزيو سير زيو مفسلبي إدو شاهي لذا عتفو عتفانو موقبي أزوقتي ومتندح البناء الله سبحانه وتعالى لمطيع نخوني يدخي شاربي بايو أو حاجة غشو مجرد أحد إدو جبع السان ندرك أدر الشقرة يقس ياشي بحال تيمي تهمة تشاوي الزو قاربي قلبي زو أخاش بي يروح بكوت ياشي هذا الشي زي خونكوت يقذال بي تكي رحيبي بايو. نعم سيدي. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. آمين. اللهم إنا نسألك ونتوجه إليك بنبيك محمد. آمين. نبي الرحمة يا محمد. آمين. إنا نتوجه
نتوجه بك إلى ربنا في حاجاتنا وحاجاتنا أن تحسن اللهم ختامنا آمين. اللهم أحسن ختامنا اللهم أحسن ختامنا آمين. اللهم أخرجنا من هذه الدنيا سالمين آمين. اللهم توفنا وأنت راض عنا يا كريم آمين. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل آمين. ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل آمين. اللهم يسر أمورنا واشرح صدورنا وفرج كربنا ونور قلوبنا ونور قبورنا آمين. وبلغنا مما يرضيك آمالنا وطرد الشيطان من بيننا آمين. واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا آمين. اللهم اجعلنا قلبا ذاكرا ولسانا ذاكرا وعينا دامعا وجسدا على البلاء صابرا آمين. اللهم اشفنا وعافنا واعف عنا يا كريم اللهم آمين. ارفع البلاء عنا وعن المسلمين يا كريم آمين. وعن كل من حضر هذا المجلس يا رحيم آمين. اللهم يا الله يا الله يا عالم الغيب والشهادة آمين. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام أمين. أكرمنا برؤية النبي محمد صلى الله عليه وسلم أمين. هذه الليلة وكل ليلة أمين. اللهم لا تحرمنا من رؤيته يا كريم إنك أمين. على كل شيء قدير أمين. اللهم سر قلوبنا برؤيته صلى الله عليه وسلم أمين. هذه الليلة وكل ليلة يا أكرم الأكرمين إنك أمين. على كل شيء قدير أمين. اللهم أمدنا بأمداده وانفعنا من بركاته يا أمين. كريم اللهم أمدنا بأمداد الأنبياء اللهم أمدنا بأمداد الأولياء آمين. اللهم أمدنا بأمداد الصحابة اللهم أمدنا آمين. بأمداد الملائكة يا آمين. كريم آمين. إنك على كل شيء قدير آمين. اللهم أمدنا بأمداد الرفاعي وأمداد الصيادي وأمداد المكاشف وأمداد الأوزاعي وأمداد الصيادي يا كريم آمين. إنك على كل شيء قدير اللهم أمدنا بأمدادهم وانفعنا من بركاتهم وأمدنا بأمداد السيدة مريم والسيدة نفيسة يا كريم آمين. إنك على كل شيء قدير آمين. اللهم يا الله يا الله آمين. اللهم يا الله يا الله إنا دعوناك فاستجب لنا دعاءنا آمين. ولا تردنا اللهم خائبين اللهم آمين. يا أكرم الأكرمين أكرمنا بإجابة الدعاء يا رحيم آمين. وارزق كل من حضر هذا المجلس سؤله من الخير يا كريم آمين. وسع عليهم الرزق الحلال واحفظهم من كل سوء وشر يا كريم آمين. واحفظ أولادهم يا رحيم وزوجاتهم وأهلهم يا كريم آمين. وأختم لهم بالحسنى يا كريم آمين. إنك على كل شيء قدير آمين. وارزقنا يا كريم آمين. سؤلنا من الخير يا رحيم إنك آمين. على كل شيء قدير آمين. اللهم إنا دعوناك فاستجب لنا دعاءنا آمين. اللهم إنا دعوناك فاستجب لنا دعاءنا آمين. اللهم إنا دعوناك فاستجب لنا دعاءنا بسر سورة الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على نبينا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم واغفر للمؤمنين والمؤمنات إن شاء الله ما تنسوا قول رب اغفر للمؤمنين والمؤمنات إن شاء الله نسمع من أحد أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك الله سيدنا Not something that's acceptable because if you look at the essence of a lot of these religious texts and in Islam particular, it preaches peace, it preaches love, it preaches respect and honesty. And so when people take certain verses, one line here and there, out of context, and they just cherry pick that specific ideology from that one verse,
which isn't in line with the hadith, which isn't in line with the sunnah, which isn't in line with the Quran, with the rest of the Quran, then why is it something that, you know, society would see is fit to be comparable in any way? We don't really realize where it's happening, radicalization, for example, and that's occurring in our very backyards, it's occurring in our universities, in our societies at university, and we don't really realize the impact it's having on these vulnerable young people. And so, for example, you see the situation in France, right? You see a situation in France where they're banning the burkini, and you had about 4 male police surrounding a woman in front of her children, is in public, and it's something like that which disenfranchises many young people, and so they feel disengaged and disillusioned with the West, with the government, with the state, and the way that they're taking the situation, and because they're taking it in such a negative way and not promoting inclusion or respect, some people are naturally very inclined to want to learn, to want to know more. And so when you have these people, these extremists come in, they're saying that, hey, we're giving you a community, you're no longer ostracized from society because we're making you feel like you belong. And it's this very thing, this lack of belonging, which I think plays a massive part into these young people being radicalized, because they want to belong into a community. And when there's no community which accepts them, then that's when they become susceptible to radicalization. And it's not just about having, you know, anti-radicalization programs. It's not just about holding the Muslim community responsible. It's about the parents. It's about your peers. It's about yourself. And it's upon you as an individual to seek out that knowledge and to know the basics so you can distinguish between what's right and what's wrong. And if you have that basic knowledge yourself, then you are able to distinguish, I think, between a reliable source and a non-reliable source. It's about common sense and navigating your own way, because you can't depend on other people necessarily. It's very important to hold your head high and to remain, you know, steadfast and to remain strong, but at the same time, you know, keep doing the good that you're doing. Change the perception, change the narrative. You know, we have so much potential, and just because we wear a hijab, for example, that doesn't diminish our potential. We are still very intelligent women. We are still women who are capable, and that should have no effect. Whether society accepts that or not, that's another question, I guess. But, you know, it's up to us to render our potential and make use of the situation, utilize it. Make it your platform, because you can speak out about it. You can say, you know, this is not right. We need to work together as a society, as a community, to promote inclusion, to tackle radicalization at its roots by promoting inclusion. Sometimes when you are so disillusioned with your government, with your family, with your peers, with society, you don't see an alternative or anything that's better. And so you're thinking, I don't have anything left for me, I may as well. And it's a very hard situation when it comes to that. And so if this person was aware, then obviously you take it to the police, you take it to your parents, you tell people, you know, warn them against these people. But sometimes it's just not that easy, because it's a very complicated and complex issue which really does require nuanced understanding and discussion with our authorities, with our government, and with our people and community leaders alike. I know a lot of people want to assimilate, and they want to be, you know, seen as very modern and accommodating to Western lifestyle, which is within reason, it's good. But, you know, we need to also maintain the Islamic aspects of our life to make sure that these people and these young children, your children, feel that sense of belonging and love and devotion towards Islam, so that they aren't attracted to performing this so-called essence of jihad, because they don't know what the true jihad is in this modern day and age. That, like, the jihad that we talk about, you know, that daily struggle every single day is fighting our own evil, fighting our own nafs, and our own desires, which aren't in compliance with the religion. And that affects every single person. And so that should be the jihad that you're fighting against, not, you know, not physical fighting, not currently, not the way that they're talking about it. You need to be able to distinguish between those two. And so teaching your children what that difference is very important.
watch the summer rain pour down as a mock bullet shower skylines and name families and the violence drown. Foreign cameras paint the killers, label us and them the same. Whilst these men may say they're righteous, they can never act so in my name. Beauty of Islam, yet this hatred still exists. Till these men lay down their arms, they are madmen in the mist. Their misguided deeds are not Islam, no matter what they claim. Evil men may continue to kill, but never in my name. Let your weapons be your words. Together we stand, a people united, our voices singing, ours one, unafraid to face the ignorance, ignited, unafraid to stand now in the sun. Killers may continue terror, but never in my name. We shall write their grievous errors, which are never in our name.